اهلا وسهلا بيكم في قناه بوسي كروشيه. نعمل مع بعض النهارده ورده بطريقه سهله وبسيطه. ورده مجسمه، نجيب الخيط، نعمل عقده البدايه، هنرتفع 65 غرزه سلسله. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، أربعتاشر، خمستاشر، ستاشر. هرتفع 65 غرزة سلسلة وهرجع لكم تاني. عملت 65 غرزة سلسلة، هنسيب غرزة اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، وفي الغرزة السابعة هدخل فيها وهعمل فيها غرزة عمود بلفة. كل ما هي بالشكل ده كده، وهرتفع تلاتة غرزة سلسلة، وهسيب غرزة اتنين وهدخل في التالتة واعمل فيها غرزة عمود بلفة. برضو هرتفع تلاتة سلسلة، وهسيب غرزة اتنين وفي الغرزة التالتة هدخل واعمل غرزة عمود بلفة. هفضل ماشية كده لاخر الدور، برتفع تلاتة سلسلة وبسيب غرزة اتنين وفي الغرزة التالتة بدخل فيها واعمل غرزة عمود بلفة. يبقى برتفع تلاتة سلسلة وبفوت غرزة اتنين وبدخل في الغرزة التالتة وبعمل فيها غرزة عمود بلفة. الشكل ده كده، هكمل لاخر الدور وارجع لكم تاني. وصلت لاخر غرزة وهرتفع تلاتة سلسلة، وهسيب غرزة اتنين وفي الغرزة التالتة هعمل فيها غرزة عمود بلفة. السطر ده هيكون معايا بالشكل ده كده. هرتفع للدور التاني وهرتفع تلاتة غرزة عمود بلفة، هاي تلاتة غرزة سلسلة، وهلف الشغل، هشتغل في الفراغات دي، هعمل اتنين عمود بلفة كده. أول واحد كده، اتنين، وهعمل اتنين سلسلة في نفس الفراغ هدخل واعمل فيه اتنين غرزة عمود بلفة. يبقى هشتغل هنا صدفة مكونة من غرزتين عمود بلفة، سلسلتين، غرزتين عمود بلفة. هروح للفراغ اللي بعديه على طول وهعمل برضو غرزة صدفة، غرزتين عمود بلفة. سلسلتين، غرزتين عمود بلفة في نفس المكان. هفضل ماشية بنفس الطريقة، هعمل في كل فراغ غرزة صدفة مكونة من غرزتين عمود بلفة، سلسلتين، غرزتين عمود بلفة في نفس المكان. هكمل بنفس الطريقة لاخر الدور وهرجع لكم تاني. هعمل في كل فراغ غرزة صدفة مكونة من غرزتين عمود بلفة، سلسلتين، غرزتين عمود بلفة. كمل لاخر الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وابتدت تتعرج معايا، هعمل في اخر فراغ غرزتين عمود بلفة.
سلسلتين فرتتين عمود بلفة في نفس المكان. وارتفع 3 غرزة سلسلة. وهسيب 1 2 3. هعمل غرزة عمود بلفة في اخر غرزة سلسلة. ابتدينا الدور بغرزة عمود بلفة من هنا بغرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. من هنا بغرزة عمود بلفة. هنرتفع 3 غرزة سلسلة ونلف الشهر. هنشتغل في اول فراغ غرزة حشو اللي هو هنا. وهنروح عند اللي هي حرف البي ده وهنعمل فيه 7 غرزة عمود بلفة كده. 1 كده 2 كده 3 كده 4 كده 5 يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7. يبقى بنعمل في حرف الجي اللي هي في غرزة الصدفة 7 غرزة عمود بلفة. وهنروح عند الفراغ اللي بين غرزة الصدفة اللي هو ده اللي بين غرز الصدفة هنعمل فيه غرزة حشو. هروح عند غرزة الصدفة اللي هي الاتنين سلسلة وهعمل فيها 7 غرزة عمود بلفة كده. 1 2 3 4 5 6 طبعا. واروح عند الفراغ اللي هو بين الصدفات اللي هو ده هدخل واعمل فيه غرزة حشو. يبقى بنشتغل في الصدفة 7 غرزة عمود بلفة كده. 1 2 3 4 5 6 7. وبروح عند الفراغ اللي بين الصدفات وبعمل فيه غرزة حشو. يبقى افضل ماشي لاخر الدور كده وارجع لكم. نعمل في الصدفة 7 غرزة حشو ونعمل في الفراغ غرزة حشو وبنكمل بنفس الطريقة لاخر الدور. هكمل لاخر الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وعملت في الفراغ اللي هو بين في اخر اللي هو العمود ولفة والغرزة الفي او الصدفة عملت فيه غرزة حشو. وهرتفع 3 غرزة سلسلة وهعمل غرزة منزلقة في اخر غرزة سلسلة من سلاسل الارتفاع بتاعة الدور اللي فات. وارتفع غرزة سلسلة وهشد الخيط. يكون معي بالشكل ده كده. ممكن نكمل احنا في ناقص سطر وهنعمله بغرز الحشو. ممكن نكمله بنفس اللون او ممكن نغير اللون. انا حابة اغير اللون افضل. نجيب لون اخضر. هعمل عقدة البداية
نيجي هنا عند اخر غرزة، الدور اللي فات، وهسحب الخيط وهرتفع غرزة سلسلة اثبت بيها الشغل، وهتبقى ارتفاع الدور التاني اللي هو غرز الحشو، وهلف الشغل، هدخل في كل فراغ هعمل فيه غرزة حشو، وهدخل بين في الأعمدة وهعمل فيها فوق كل عمود غرزة حشو، نمشي بنفس الطريق في اخر الدور، هعمل فوق كل عمود غرزة حشو، هكمل لاخر الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وعملت فوق كل غرزة غرزة حشو، هرتفع غرزة سلسلة واسيب خيط زيادة علشان اخيط بيه الوردة اثبتها، وهشد الخيط كده بالابرة، هربط الفتلتين دول في بعض لما بتعود الالوان تداخل الالوان، وهقص الخيط، هبتدي الف الدايرة بالشكل ده كده على الوردة، برضه طريقتها سهلة وبسيطة، شكلها جميل، كل معانا بالشكل ده كده، ده الخيط الزيادة اللي انا سبته، هجيب ابرة التنظيف وهحاول اشبك الدايره من غير ما تبقى الورده، شبك الخيط في بعضها الالوان الاخضر من غير ما تبان، ندخلها تاني كمان مره،
الخيط الزياده، انا ثبت عليه طبعا كذا مره، تكون معايا بالشكل ده كده. ورده بسيطه وسهله، خطواتها بسيطه قوي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك للقناه.